المسيحية ما بتطلبش من أي مواطن مسيحي إنه هو يطلب تعامل آخر عن إنه هو مواطن. المسيحي بما إنه مواطن، بما إنه عضو في بيحمل جنسية دولة، بيلتحق بالجيش بالخدمة العسكرية، فينبغي عليه أن يطيع الأوامر. إذا بلده بتدخل في حرب، إذا أرضه تنتهك، المواطن المسيحي لابد أن يحمل السلاح، يدافع عن بلده. ولا يوجد نص في الكتاب المقدس يقول للمسيحي خالف قواعد وأوامر بلدك. فكرة أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعطي الله حقه ويعطي للوطن حقه. تم إلغاء الجزية أيام الخديوي سعيد. الجزية كانت هي مجرد ضريبة تدفع عشان يتم الدفاع عن الناس دي، فقال لك لا، هم يدافعوا عن نفسهم، يدخلوا الجيش ودخلوا الجيش، والناس من وقتها بيخشوا الجيش زي بعض، يعني التجنيد الإجباري لا يستثني أحد. أنت في حرب 73 كان في قادة جيوش مسيحيين وفي لواءات مسيحيين، وقابلوا بلاء حسنا، ومنهم من مات ومنهم من انتصر، يعني مش محتاجين شهادة من حد بوطنيتهم، وهم مش أكثر وطنية من غيرهم ولا أقل وطنية من غيرهم، هم مصريين زيهم زينا بالضبط.